السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل امتحانات المعاصر المراجعة النهائية، امتحانات طبقا للمواصفات والآخر تعديل في شكل الامتحان. هسيب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو رابط تحميل المراجعة. ومعانا النهاردة بيج 37 37 الامتحان التالت. الامتحان التالت السؤال الأول: Listen and circle the correct answer from A, B, C و D. استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. هسمع واختار. هدير moved to England last year with her family. Now she lives with her family there in a big house. She misses the Egyptian food. She misses the Egyptian food. She thinks it's better than English food. It's almost sunny all the year in Egypt. ده السؤال الأول. بسمع وحل. هدير انتقلت إلى إنجلترا مع عائلتها، بتعيش في بيت كبير. هي افتقدت الطعام المصري، الجو تقريبا مشمس في مصر طول السنة. ده بالنسبة للسؤال الأول. أسمع وركز. على 6 درجات طبعا مهمين جدا. السؤال التاني تشوز اختياري ولكن على كلمات المنهج. نقط are full grown people not children، هو اشخاص كاملين النمو مش اطفال، يبقى adults بالغون او راشدون. طبعا kids اطفال، لا babies اطفال، رد على هنا candles شمع، لا يبقى adults. page 38 صفحة 38 A team of نقط went to explore. فريق من ايه؟ ذهب لكي يكتشف the area المنطقة around the Karnak temple حول معبد الكرنك. يبقى أكيد archaeologists علماء آثار. doctors أطباء، لأ engineers مهندسون، لأ carpenters نجارين، لأ يبقى archaeologists علماء آثار. To get organic food لكي تحصل على طعام عضوي. We use natural، بنستخدم أكيد أسمدة طبيعية. Fertilizers أسمدة طبيعية. Volunteers متطوعون، لأ. Gardens حدائق، لأ. Tools أدوات، لأ. Your brain مخك نقط بيتر if you have a regular routine، بيشتغل أفضل لو عندك روتين منتظم. يبقى work is better. Your brain works better. مخك بيشتغل أفضل لو عندك روتين منتظم. السؤال الثالث قطع ناقصة كلمات. أحاول أترجم الكلمات وأحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. طب لو معرفتش ترجم الكلمات ابدأ بقطع عادي. طب تعال نشوف كده. Independent independent مستقل. Close مخالب. Far فرو. Scared خائف. Walk يمشي. Cats are my favorite pets. القطط حيواناتي الأليفة. They have soft أكيد soft fur. ليها فرو ناعم. Which is nice to touch. يعني جميل الملمس. They're beautiful. هي جميلة. And calm animals وحيوانات هادئة. They are usually friendly. هي عادة ودودة. Cats like people. القطط بتحب الناس. But they're independent ولكنها مستقلة، هي يعني ممكن تقعد لوحدها في الشقة لمدة طويلة مادام في الأكل بتاعها. Cats have sharp claws عندها مخالب حادة. القطط لديها مخالب حادة. And teeth وأسنان حادة. But they only use them بس فقط بيستخدموها. When they are scared لما يكونوا خايفين. Cats are good for your well-being. القطط جيدة لسعادتك أو لرفاهيتك. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة. أرى قطع وترجمها وحل الأسئلة. Egypt is a hot country. مصر دولة حارة. In July في شهر يوليو There are almost 400 hours of sunshine. يوجد تقريبا 400 ساعة من سطوع الشمس. In Cairo فين في القاهرة. أسوان and سيوة وأسوان وسيوة.
that long period of sunshine، المدة الطويلة دي لسطوع الشمس، can be good or bad، ممكن تبقى جيدة في بعض الأوقات أو سيئة في بعض الأوقات. It is good، جيدة، because it gives us energy، عشان بتدينا طاقة. It helps children، بتساعد الأطفال. To be strong، أن يكونوا أقوياء. And healthy، وبصحة جيدة. But، ولكن. It can burn people's skin، ممكن تحرق جلد الناس. If they stay out، لو خرجوا between noon، بين الظهر، الظهر ده يعني الساعة 12، and 3 p.m. يبقى 12 p.m. and 3 p.m. من 12 بعد الظهر أو 3، بيبقى الجو حر جدا. In Egypt، في مصر، we are lucky، احنا محظوظين، to have a long period of sunshine، يكون عندنا فترة طويلة من سطوع الشمس، all the year، طول السنة. So لذلك millions of tourists، ملايين السياح، like to visit، بيحبوا يزوروا Egypt، مصر، especially in winter، خصوصا في الشتاء. Moreover، علاوة على ذلك، sunshine، سطوع الشمس، is good for many crops، هو جيد للكثير من المحاصيل، and fruit to grow، والفواكه لكي تنمو. But they can't grow، زي دي عايدة على الفواكه والمحاصيل. They can't grow، هي مش هتنمو، if there isn't enough water، لو مفيش مية كافية، لو مفيش مية ايه كافية. أسئلة القطعة، تشوز، اختار. The underlying pronoun they عايد عليه، لسه قايلينها، crops and fruit، المحاصيل والفواكه، هي لا تنمو لو مفيش مية، أكيد طبعا. People should stay at home، الناس المفروض يقعدوا في البيت، between what and 3 p.m. هتبقى between 12 p.m. 12 بعد الظهر لغاية 3، لغاية ايه؟ 3. يبقى لازم اعرف ان النون اللي هي 12 بي ام. The meaning of the underlying word healthy، معنى كلمة healthy صحي، طب اول بصحة جيدة، طب ويك يعني ضعيف، sick مريض، ايه المريض؟ يبقى healthy معناها well. page 39، صفحة 39، وباقي اسئلة القطعة، answer the following questions، اجيب على الاسئلة دي، انسر اجب. القطع في نوعين من الاسئله، تشوز، اختار، وانسر اجب. How many hours، كم عدد الساعات of sunshine are there in Cairo, Aswan and Siwa in July؟ وقال لي 400 ساعه، يبقى 400 hours of sunshine، 400 ساعه من سطوع الشمس. اكتب in Cairo, Aswan and Siwa in July. What is the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية للقطعة، أي جملة تعبر عن الفكرة هي جملة صحيحة. ممكن أقول إيه؟ The weather in Egypt، الطقس في مصر، أو Egypt is a hot country، مصر دولة حارة، دي صح ودي صح. السؤال الخامس، رتب. What was the weather like there؟ ما وصف حال الطقس هناك؟ What was the weather like there? The ship didn't leave the port، السفينة لم تغادر الميناء. The ship، السفينة، didn't leave the port. I went on a fluke on the Nile. On the Nile. السؤال الثالث، صحح. خدنا مراجعة عليه بالتفصيل، هتلاقوها موجودة على القناة. هنا تصحيح سهل جدا، سيف usually is late for school، مادام في كلمتين، هنا ظرف التكرار ثم فيرب تو، هو فيرب تو يأتي قبل ظرف التكرار، يبقى سيف از يوجوالي قبله. وي دونت فيزيت أسوان لاست سمر، دي مضارع ولا ماضي؟ لاست سمر، الصيف اللي فات ماضي، ما دام ماضي هنحطه didn't مش دونت، دونت دي في المضارع. السؤال السابع، بانك تويت، هاو داز نوها فيل توداي، كيف تشعر نوها اليوم؟ هنا ال H كابيتال، ده سؤال، يبقى علامة استفهام على طول. ليه عرفنا ان هو سؤال؟ عشان بادئ ب H O questions،
أسئلة بادئة بإتش أو. السؤال الثامن، اكتب باراجراف من 50 كلمة باستخدام العناصر الإشارية. هنا العنوان قال لي يور هوليداي ان شرم الشيخ، أجازتك في شرم الشيخ. يور أحولها لماي، تبقى ماي هوليداي ان شرم الشيخ. العنوان من علامات التنصيص هنا جايب لي كلمتين، ديستنيشن يعني جهة الوصول أو المكان اللي مقصود، اكسبلور ذا تاون يستكشف المدينة. هسيب مسافة في أول سطر وأبدأ أحط العنوان في جملة، يعني ممكن أقول إيه، شرم الشيخ is an amazing place. بس شرم الشيخ هو الموضوع مجموعة كلمات بكون منها أفكار وأكتبها وتبقى جمل سهلة وبسيطة. شرم الشيخ is an amazing place، هي مكان مدهش for holiday مثلا للأجازة. it's إنها تكون an interesting and busy town، مدينة مزدحمة وشيقة. باي بجوار the Red Sea البحر الأحمر. شرم مثلا الشيخ is my favorite holiday destination، هي الوجهة المفضلة ليا لقضاء الأجازة. ممكن أقول مثلا because، لأن there are يوجد lots of things، الكثير من الأشياء. to see تراها and do there وتقوم بها هناك. وتبدأ تتكلم بقى. حابب نعد بس الكلمات عشان نكمل 50 كلمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 فاللي حوالي 11 كلمة. في الامتحان مش هتعدهم قوي، بس يعني ايه، تكتب شوية ولو شكك عدهم مفيش مشكلة. محتاجين جملة أو اتنين، I can go quad biking أو I can go swimming and diving with my family and friends، وهكذا. الموضوع سهل وبسيط بس نركز فيه ونحله بهدوء. وبكده يبقى خلصنا الامتحان التالت. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.